وين تروح يا قد الخيني انا الله نبدوها شوفيونا لدوها جيباري زاروها يا نبارا لياني يا نبارا لياني انا الله نبدوها شوفيونا لدوها جيباري زاروها يا نبارا لياني مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج النجم الصاعد. هذا العدد خصصناه للاعب من مدينة سعيدة ينشط في فريق اتحاد بالعباس الصاعد منذ أسبوع إلى الرابطة المحترفة الأولى. هو لاعب يحيى راباني الذي اختير أحسن لاعب في مرحلة الذهاب من جانب فريق اتحاد بالعباس. اخترنا المجيء إلى هنا إلى مدينة سعيدة لتعرف أكثر على عائلة اللاعب وعلى يومياته. ستكتشفون الوجه الآخر ليحيى راباني في هذا العدد. تابعونا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. أنا متواجدين هنا في بيت لاعب اتحاد بالعباس يحيى راباني. راه معنا والد اللاعب. قبل ما نتحدثوا مع اللاعب يحيى راباني عن المشوار الكروي تاعو، رانا حابين نتحدثوا معك أنت باسكو أنت اللي تعرفه أكثر من أي شخص هنايا في وسطنا. أولا واش تقدر تقولنا على يحيى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعاود نرحب بكم مرة ثانية. بالنسبة ليحيى هو من بكري يبغي الكرة، وأنا مكنتش باغي يتبع الكرة يعني صراحة، كنت مزير عليه باغي يقرا، ولكن كان الكرة تدير له الوقت ياسر. دائما أنا وياه دائما يوم بعد حال عرفت باللي حتى ولي يحكوا عليه الناس، عرفت باللي عنده موهبة يعاد شوية دت معاه وتساعد فيه. كيفاش تربى هو في صغره قبل ما نوصلوا بالك المشوار الكروي تاعو قبل ما يدخل كرة القدم؟ كيفاش تربى؟ اسك كان قبيح، كان عاقل، كان ما هو في الدار عاقل؟ في الدار عاقل، واش هي من صغره في السن اولا مين دخلته واللي يبغي الكره. كان واحد جاري في المدينه يسكن حدايا، شافه يلعب هكا في الشارع، كي شافه شي يلعب في الشارع قال لي ودي هو له الولد ندي ندخله في عنجر، يعني في النادي تاع الصغار تاع المنطقه. دخلهم بعديتها ما بقى قعد معاهم اتروا ماتش ولا كات ماتش في المات، عاود هودها وقع به السيوم في موليه تاع سعيده، هودها موليه تاع سعيده. كي دخل التيرا قاعد يلعب مليح كل شيء يقبلوه، قعد معاهم حتى كمل معاهم كاع لي كاتيجو. هو في الكواليس قالنا باللي انت كنت تنسيستي بزاف على المشوار الدراسي تاعو، وحب يقول كنت تقول له قرا قرا قرا. وانت حسيت باللي سي بون سمع القرايه من ناحيه من راسه يحب كره القدم اكثر؟ انا حتى ولاو وين يهضروا للشعب عليه، يعني مين جا الموليه قاعد معاهم دخل من بعد واحد السنين ولا اربعه، بعد ولاو يحكوا لي عليه ولاو داير عنده موهبه ومعاه عاونه، عاد شويه بديت نديش نزير عليه كاع كما كنت في الاول، وجاب ربي الخير وبالفعل. يعني كنت رحت تشوفه شويه كي كان صغير يلعب هنا في مولديه سعيده، وكنت رحت تفرجوا شويه؟ حتى من ولا الجينيور، حتى من بعد تمين الجينيور عاد ولات نمشي زعما ولا الشعب يقول لك انه الجينيور عندك الله يبارك وعنده موهبه ولا راه مفرحنا مليح وكل شيء، عاد شويه بديت نمشي. ودوكا نعرفوا باللي يحيى راباني راه حقق الصعود مع فريق اتحاد بالعباس، ان شاء الله لاني بروشان راح يلعب في الرابطه المحترفه الاولى.
يعني راه نجح لحد الان شويه في المشوار الكروي تاعو، نعرفوا بلي مازال صغير في السن. اسك دوكا راك فرحان كي وين وصل يحيى؟ الحمد لله من فرحان. هي في الحقيقه هو مزمان قبل ما يكون في الاحتراف كان وين مازال تلقوا عليه في الجرائد، مازال تشوفوا في التلفزيون كي شغل هكا بحال تبان لي انا بحال وبالفعل يعني بالفعل بعد تولوا وجو كيف بقات عليه الهضره يعني في ليسي كيقول كما مثلا غليزا كما ولاو لي ماناجير يجوني انا. كاين واحد من روهرن، كاين واحد من غليزان، كاين واحد جوج ولا ثلاثه من سعيده، حتى من يولي يحكوا عليه لي زيكيب هكا زعما يهضروا عليه في الجريده هي يجوني انا. ولاو دا عندك الولد وحنا اللي نتكلفوا فيه وحنا هما اللي غادي نوصلوا وحنا كداش، هو ولي يقولي لا 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 تدخلش كثروا عليك اللي ما راجع. ودوكا راهو يسقسيك كي يحب يروح يسيني في كاشيكيب ولا يسقسيني بالامر تاعي كما الحجوط. انا يا غالي البريزيدون تاع الحجوط هدرت معاه وتكلمت معاه قال لي اذا تجي عندي قال لي ما نجيش نجي عندك قال لي معليش باش ما فهمنا بالصالار تاعه وكل شيء جاب ربي الخير. يقولوا بلي عنده بزاف لا فولونتي سما كي يدير حاجه في راسو يوصل ليها هذا هو هذا تاع هو كي داير في راسه بلي نلعب كوره كاع من بعد حتى كي شتا في راسه توخر منها حليت لهم تبريز بغيت درت لها مقاوزة زعما خفت لي تمنعه الدراسه وزيد يمنعه الرياضه حليت لها اونتبريز هو اونتبريز ما يرجعني يمشي لها يعني لا منحت الاداره ولا منحت تسير المقاوله ولكن انا دوك راني نسير فيها وهو في المهمه تاعه وربي يعاونها ان شاء الله ان شاء الله. وشنو هي النصيحه بالك اللي تقدر تمدها له في بقيه المشوار تاعو؟ يعني النصيحه اللي نمدها لها انا دائما انا ويا عليها هي الاحتجاج تاع الاربيت نقول له الاربيت اون فوا سيفلي سي ما تجيش تعتش يعني هذه دائما انا ويا عليها ويقول لا هذا الغاب هذه صح مش انا ويا عليها دائما نقول لها تكون لك يعني كي سيفلي الاربيت سي تحوش تفهم بغى على خطا ولا على صح ما يعاودش هذه حاجه معروفه الاربيت يعاود يولي القرار تاعه هي هذه هو هادي شويه مقلق شويه ها وهادي دائما نوي فيها مانيش باغيها له وما تسناش باه يكون فيها ان شاء الله. وشنو هي بالك قبل ما نختموا الحديث معك ونروحوا نتحدثوا مع يحيى رباني وشنو هي بالك العفسه اللي تقدر تحكيها لنا عليه في صغره كاش عفسه هكا بقيت شافي عليها بقات كرافي في لا ميموار تاع الوالد؟ كي هو دوك نلقاه خطر مي كان صغير كاع سن الاولى سن نلقاه في الشارع قدامنا يلعب هكا نعاود نزعو فيه هو وجماعته قال نعاود نمشي للجهه الاخرى نلقاه قبل ما يدخل الكيكو قبل نعاود هاني نلقاه هاني ما تسيه بقوطي تشيلها هكا عمرها وراه داري كيف راه يلعب دائما كما هكا ايوا جاب ربي الخير هو كان في راسه هدف وانا الله غالب كان في راسي انا بدي يقرا وحد الان نقول له معليش ما دام دراسه ما راحش فيها وراح للرياضه صح معلي ولكن القريه مليحه يعني هذو الحقيقه القريه اسبق من رياضه اكيد هذا به اليوم من هذا يقوم لنا به يقرب يطلعني المتعه ويكمل ان شاء الله. ان شاء الله احنا نتمنوا له التوفيق. راح نتحدثوا الان مع يحيى بالك اول سؤال رانا متواجدين هنا في وسط العائله تاعك واش يمثل لك الوالد والوالده؟ بون السلام عليكم واش نقول لكم اللي نشكركم على هذه الاستضافه في ولايه سعيده كما يقول لك صح الوالده والوالد تاعي صح هما اللي كما نقولوا حاجه اللي عزيزه عليا بزاف في هذه الدنيا كاين هما. كيفاش قدرت شفنا الوالد قالنا باللي تما كان موراك كي كنت صغير باش ما تلعبش كره القدم باش تروح للدراسه تاعك كيفاش قدرت تما تتحداه وتنجح في المشوار تاعك؟ كما يقول لك صح الوالد تاعي وين في الصغر ما كانش يخليني باش نلعب الفوتبال هذا كنت انا نقول له صح دوك نحبس هذا البالون من داك خليك ما نقولوا خليه يدخل للدار ولا نروح انا تلقاني نلعب وين وقت قرايه ما نروحش نقرا باش نروح نلعب ماتش. الحمد لله يا ربي كما يقول لك صح كانت عندي حاجه كما يقول لك هذيك لا فولونتي كنت حاس بلي حاجه غادي نوصل ليها والحمد لله يا ربي. الحمد لله. وين تحسيت بلي راح تنجح في المشوار الرياضي تاعك؟ كما صحيه شويه كانت صعيبه عليا بزاف ونصراولي كما يقول لك عراقيل بزاف
وانا كيما حاجه اللي نحكي لك عليها، انا كيما كانت تصرى لي حاجه ماشي مليحه ولا في الفوتبال، كنت هذاك ونزيد نحوس نخدم، هذاك اللي كانت تخليني باللي نحس باللي غادي نوصل لحاجه اللي راني باغيها. وشنو هي بالك الحكايه اللي مازالك متفكرها في الصغر مع الوالد بخصوص كره القدم؟ الحاجه اللي نفكرها الوالد تاعي، وان كي نكون لعب ماتش ولا وين ندخل روطا للدار، كان يطردني باش نبات برا. وكما يقول لك ربي وين جاب الخير، والحمد لله يا ربي الواحد اللي راه وصل له دروك ان شاء الله. وراه يقول بلي راه فرحان بالمشوار راك محقو لحد الان. واش توعدوا بالك في المستقبل؟ ان شاء الله بربي هادو الوالدين تاعي، وكما يقول لك راهم قدامي خاوتي. الحاجه اللي وعدهم بها صح، كما يقول لك حاجه الاولى انا نكون سيري في خدمتي في كلش، باش نحقق نتائج بزاف مليحه مليحه باش دارنا كفاهم وين يشوفوا ولدهم وين يريحوا له ان شاء الله. كما يقول لك مازال عام جاي ان شاء الله ما تحد بالعباس، وان شاء الله انا في الدي ان شاء الله نقول لهم نزيد نفرحهم بزاف بزاف ان شاء الله. احنا نشكروا الوالده اللي استضافتنا اليوم في البيت تاعها، وراح نتحدثوا معها. حب من أول حياة وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياة وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. أعمل لها تمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شافت. راهي متواجدة أيضا معنا والدة اللاعب يحيى لاباني. كنا تحدثنا مع الوالد تاعو، مع يحيى. انت راكي الوالدة تاعو، بالك ما نتحدثوش معك كثير على كرة القدم، راح نتحدثوا بالك على الامور الخفية تاعو. اولا واش تقولي في يحيى لاباني؟ السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في مدينة سعيدة. يحيى ولدي متربي متأدب، الصغر يبغوا يلعب هذا البلوطة، اللي دخل السنة الأولى يبغيها كان يقرأ هو والأخت تاعو. يجي من يخرجوا الحشية يجي للدار نقول لها خوك وين راه، يحيى وين راه، تقول لي راه قاعد يتفرج في أصحاب البلوطة راه يلعبوا برا. والآن نتمنى له الخير. والآن هو وصل بالك ويلعب في القسم الوطني الأول ويلعب مع فريق اتحاد بالعباس. اسكو كي تفرجيه شويه راكي تشوفيه في التلفزيون كيلعبوا لي ماتش تاعو؟ كاع لي ماتش تاعهم تبعه، مع الماتش ما نطلقش، حافظه حتى صحابه اللي جوا بالبريزيدون تاعه والمدرب تاعه كاع حافظتهم، ونتمنى لهم كاع الخير. سما كيطلعوا فرحتي كيطلعوا للقسم؟ فرحت بزاف يا كل صوره. واش تقدري تقولي له بالك وقدامك دوكا، واش تقدري تقولي له؟ نتمنى له النجاح ان شاء الله، يزيد في المستوى، يزيد كثر من هذا الشيء اللي راه فيه. ولكن راكي متمنيه شي نهار تشوفيه مع المنتخب الوطني؟ ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى له. هاك ما كانش يهب لك كي كان صغير شويه؟ شويه ولا طرايش ولا مشاكل. سمك تضر به بالك واي من يتبع البلوطه، يجي في الليل روطار كان يتفرج تلي ماتش، يتفرج يبغى يتفرج ويجي روطار في الليل، الاب تاعه هي يطرده العشاء تاعه ويرميه له، يبغي لي ماتش يتفرج في القهاوي في هذو تاع دواليين، يبغي يتفرجهم برا، يبغي يتفرج مع اصحابه، يجي روطار دوكا او بعيد عليك شويه ويلعب على بالي في بالعباس. ما ماهوش قاعد معك هنا في سعيده، تما كيتوحشي شويه. توحشوا بصح ما من السيمانه يجي ما يطاش علينا. ويعيط لك يكون في بالعباس؟ يعيط لينا، ليلى يعيط لينا وحنا ثاني نعيطوا له.
وشنو حاجة بالك اللي تفكريها كي كان صغير بالك حاجة بقات لك في راسك هكي متفكرتها على يحيى؟ تفكر فيه هو يبغي يجي روطار وبوه ما يبغيش نبقى خايفة من بوه. انت كنتي حابة يقرأ ولا كنتي حابة؟ أنا كنت باغته يقرأ مع اللي شفته زعما متحمس لهذا الكورة بزاف مشيت معاه، بس قعدنا نخافوا من الوالد تاعه، نخافوا من الناس. أنا جاية مع يحيى ونخاف من الأب تاعه، يقول لي راه يحفظ، نقول له واه راه يحفظ. هو يكون يخمم غير في البلوطه مخبي عليه. والان كي فرحانه به وين؟ راني فرحانه به، راني فرحانه به والحمد لله يا رب. الحمد لله، الحمد لله يا رب. لا نقول لك يعطيك الصحه كي استقبلتينا في البيت تاعك. مرحبا بكم، مرحبا بكم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد صار. يحيى رانا خرجنا الان من منزل تاعك، رانا رايحين الملعب اللي راهو يستضيف فيه فريق مونديال سعيده المباريات تاعو هذا الموسم. اول سؤال، رانا هنا في شوارع مدينه سعيده، واش تمثل لك هذه المدينه اللي كبرت فيها وتربيت فيها؟ بون السلام عليكم. صح كما يقول لك هذه مدينه سعيده بلاد مضيافه، وكما يقول لك انا صح كبرت هنايا وتربيت هنايا قاعد مع خاوتي. كما نقول لكم نوصل الميساج هادو كاع لولاد سعيده، نحييهم بزاف بزاف اللي ساندوني. نعرفوا باللي انت راك ابن منطقه عين حجر بالتحديد، واش تقدر تقول لنا على البلاصه هذيك اللي تربيت فيها وكبرت فيها والحي اللي عرفت فيه بالك لي ميير مومون ديالك في الصغر؟ عين حجر صح كما نقول لك، صح كما نقول لك انا من صغري كبرت تما، وين تربيت زوالي وكبرت مع الزواوله، وكما يقول لك جات هذه المناسبه نحييهم بزاف. حنا نعرفوا باللي هذه مدينه سعيده خرجوا منها لاعبين لاعبين كبار على غير راسوكار حميد الشيخ بزاف لاعبين. انت راك الان في فريق اتحاد بن عباس، بالك تطمح توصل اكثر وتحقق واش حقوا هذ اللاعبين؟ سي نورمال كما تشوف انا كي كنت صغير صح هاد لي جوار كما سوكر هذا الشي حميدي صح وين داروا باركور شباب في الفوتبال، مي كما يقول لك يحيى لاباني راه طامع واش داروا هما. ان شاء الله ندير كيفهم ولا ما خير ان شاء الله بربي. ان شاء الله هنا رانا وصلنا للملعب اللي راهو نعرفوا بلي كاين جو ستاد هنا في سعيده، كاين ستاد غازون اللي راهم يخدموا فيه، كاين هذا الصطاد ملعب إخوة براسي، هذا هو اللي راهم يلعبوا فيه سعيدة هذا الموسم. بالك أنت هنا كي كنت في لي كاتيغوري تاع سعيدة كنت تلعب هنا في هذا الصطاد؟ إيه أنا كما نقول لك صح هنايا أنا التيران هذا تربيت فيه، هذا الصطاد أنا نعرفه مليح، وين كما نقول لك لي كاتيغوري كاع درتهم هنايا، وهذا الصطاد هذا واسمه براسي، كما نقول لك مولودية كانت من بكري هنايا قبل ما يخدموا هذاك الصطاد تاع غازون. وكما يقول لك حنا ان شاء الله بربي نتمنوا مولوديه تكمل في هذا الصطاد ان شاء الله بربي. ان شاء الله دوكا ننزلوا باش نشوفوا الملعب. She's gone.
تفرط فيه. زوي حافين جمال بابيلو قادر مصاري. طبو الشيخ طبو صح الشيخ طبو لبس بديت طبو لبس طبو طبو الشيخ لبس. ملعب سعيدة اللي رام يلعبوا فيها فريق مولدية سعيدة، رانا متواجدين مع لاعبين سابقين للفريق مولدية سعيدة. نعطيك الكلمة انت تعرفهم في الاول. بون السلام عليكم. واش كما يقول لك نشكرهم كما يقول لك لبوا الدعوة تاعك عيط ليهم. معنا محمد علاء حسين جوار في مولدية سعيدة، لطفي صحراوي وبوت خيل لاعبين سابقين في مولدية سعيدة. اكيد راح نبداو معك سيد علاوة. لاعب يحيى لاباني روى حقق محمد علال. محمد علال ايه. راح نبداو معك. احنا خصصنا هذا البورتري ليحيى لاباني اللي راه يتالق مع فريق اتحاد بلعباس هذا الموسم، وهو خريج مدرسه مولديه سعيده. اكيد انتم ما تعرفوه كي كان صغير هنا في لي كاتيجوري جان تاع مولديه سعيده، تعرفوا الامكانيات تاعو. اولا واش تقدر تقول لنا على يحيى لاباني؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، على بركه الله. اولا انا باسم القدامى اللاعبين ومسيري متعيده ان دونك بريزيدون دي زونسيان جوور، الحاجه الاولى نرحب بالقناه تاع الاجوان. شكرا لك. صح هذا نهار مبروك وين جاتنا فرصه يعني باش نعبروا على الولد العباني. الولد العباني كان توجور متالق، من كان كما كان في الفئات الصغرى تاع المولوديه كان متالق، وهذا العام وين راح الاتحاد بلعباس وين لعباني يسي سيكسبريمي ويسي اكسبوزي، يعني تاني كي تكون في بلادك وفي بلاد البلاد الخارج ماهيش كيف كيف، يعني كيما يقول واحد المثل تا واحد ما تسلطن في بلاده نوني بروفيتشي سوا. الحاجه الاولى اون طونك بريزيدون دي زونسيان جوار نهني سي لعباني على لاكسيسيون تاع بلعباس، وين نطلبوا له تاني يعني تألق كبير ماشي غير في اتحاد بلعباس، لما لا ما نشوفوش في فريق وطني الأ ولا أ بريم ولا حاجة. ولد زين، ولد مربي، مخلق، وين تاني هو دار لي بوجور تاعنا في سعيدة. باش نختم نتمنى الخير سي لعباني، نتمنى التألق، وتاني نزيد نضيف مرحبا بالقناة الأجوان. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا. بونا معنا لاعب سابق أيضا الفريق مولودية سعيدة لطفي صحراوي. لطفي صحراوي، نعرفوا وتحدث على لاباني، قال لك باللي احنا تسمى أنا فرحانين بزاف وين راه واصل لحد الآن. أنتم ما بالك كنتوا تتبعوه كي كان صغير شوية هنا في مولدية سعيدة، كنتوا تشوفوا لي ماتش تاع ليجان، أس كنتوا تشوفوا فيه باللي بالك جوار اللي يقدر يروح بعيد في لاكارير تاعو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال لك الشيخ تاعنا رحبوا بكم يا الولاد في مولدية سعيدة. ثانيا نهنوا فريق الاتحاد بلعباس على الصعود الحمد لله. أباني يحيى كما يقول لك ماشي لاعب، لا صاحبي، خويا صغير فهم. احنا كما قال لك اون دور المستطيل الاخضر الحمد لله صاحب. في حاجه عجبتني فيه يسمع الهضره، باسكو والله كما يقول لا كارير اللي فات عليها كو واحد اخر ما ينجحش، باسكو لو طون اللي فات عليه تاع داك الطون اللي ما لعبش تاع سيمو ولا سات مو، ان جوا ما يلعب سيمو ولا سات مو ينغبن لاني غلط شان. الحمد لله كما قال لك سمع الهضره، وكان يجي يتيني معنا في تلعب في عين حجر، كان يجي يتيني معنا وكان يجي كان باغي يوصل المستوى اللي راه واصل فيه الحمد لله. هذه هنا كيما نقول تشرف الواحد، تشرف واحد ولد سعيده وصل موصل كيما هذا، الله يبارك. نتمنى له ان شاء الله يزيد يواصل كيما قال المشوار تاع هذا ويبدا. وشنو هما النصائح اللي كنت مدهم له بالك؟ انت قلت لي بلي كان متوقف 6 شهور ولا 7 شهور عن ممارسه كره القدم، وشنو هما النصائح اللي كنت مدهم له في هذاك الوقت؟ هذاك النصائح
معش نصائح كبيره كما قال لك، كان يجي تريني معنا كنت نقول له ما تكرهش كما قال لك دير وكلك في ربي ان شاء الله، هو ربي الرزاق هو ربي سبحانه، كاش واحد اخر اللي غادي يسقاه ولا كاش عبد يتسبب له في خبزه ولا حاجه. كان يجي تريني معنا قالت لي اللياقه تاعك كانت مليحه، ما نكذبش عليك نسني لها في عين حجر معنا في الديستريك يلعب معنا هذيك 6 اشهر وما يضلك القانون ما يسمحش. الحمد لله. وانت حسيت باللي حيوصل بالك لان الجان عنده لي كاليتي باش يروح بعيد؟ مازال 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 تشوف في حيوض اخر ان شاء الله يواصل عندنا ما يديش دير في راسه غير حاجه باللي مازال ما وصلش المشوار تاعها عاد هاد الخطره بدا مع لاكسيسيون هذا وين بدا المشوار تاعها ان شاء الله. اللي ما يدير في راسه باللي مازال لا خير قدام حط راسه ان شاء الله مازال تشوف في حيوض اخر ان شاء الله. ومعنا ايضا بودخيل لاعب سابق ميرا لاعب سابق للفريق سعيدة. انا نشوفك بالك مقرب بزاف ليحيى لاباني، نعرفوه داخل ارضيه الميدان، هو لاعب لي شوط تثبت الامكانيات تاعه في المستطيل الاخضر، خارج ارضيه الميدان واش تقدر تقولنا عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرحبوا بكم الاولى ونرحبوا بخونا لعباني اللي غاب علينا مده سنه، هو كما نقولوا فيه ابن عباس لعباني برا انسان ما تقدموا ما تشوفهش، ماهوش من دوك الناس اللي تمشى بزاف تشوفها بلايص بزاف، انسان شاب روحه كما نقولوا حتى حد روحه، وكاين حاجه هكا معروف بها انسان ماهوش تاع دور كما نقولوا انا لاعب سيريو كما نقولوا. ومن ناحيه تاع المشوار تاعها كان باين عندي خاطر انا كانت عندي الفرصه بها قاعد معايا هذا العام سنه هذا العام هو معايا هذا العام معايا تريني سيريو، تحس باللي هاد الجان تحس باللي عنده لونفي حوس ينجح، وهذا اللي وصل له ما وصلش غير هكا تعب. انا كنت نشوفوا فيه كيما انا لطفي الشيخ محمد شفناه قدامنا كان سفره لو وصل لهذا الموصل، ومازال احنا راه نقولوا وصل لهذا الموصل هذه غير الاولى. شنو هي النصيحه اللي تقدر تمدها له؟ النصيحه اللي تقدر تمدها له؟ النصيحه تاعي انا كما نقولوا كصديق وكاخ احنا كبار عليه كما نقولوا هكا، وعدنا شويه داك التجربه اللي لعبنا ديك شويه، احنا ما نقولوش لعبنا بزاف، لعبنا اللي كتبه لنا ربي، احنا نتمنوا له يزيد اكثر من يزيد يتعب كما يزيد اكثر من اللي كتعب هالخطره باش يزيد يواصل، خاطر المشوار تاعه مازال ان شاء الله كما نقولوا عاد لي ديبي تاعه ان شاء الله، احنا نشوفوا في بلايص واحد اخرين ملاح باذن الله، نتمنوا له النجاح وربي يوفقه ان شاء الله. هني اتحاد بلعب الفريق سعود، ونتمنى فريقنا كان مولدية سعيدة ان شاء الله. احنا ثاني كنتمنى الفريق مولدية سعيدة الفريق الكبير اللي راهو يعاني في القسم الثاني، نتمنى له العودة لحظيرة الكبار. يحيى نعطوك الكلمة باش تختم هذه القصرة الخفيفة، واش تقدر تقول لهاد اللاعبين اللي بالك تشوفهم هنا تفرج عليهم هنا في ملعب تاع سعيدة والان يشاهدوا عليك بالخير؟ بون السلام عليكم. صح كما يقول لك انا وين كنت صح صغير وين كنت نجي نشوف انا مولد سعيدة وين تشوف دي جوار هكا صح صافي بليزير وين تلاقاهم ضروك وين ينصحوك وين يوروك يزيدوا يبوسوك وين تزيد تخدم. الحمد لله يا ربي كما يقول لك الشيء اللي راهم يقدروا عليه راهم يعطوه اللي جا، وهذاك هو الصح، احنا نشكرهم على هذاك ان شاء الله. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. سير ربي يحفظك بارك الله فيكم. الله يسلمك صحيح ربي يحفظك شيخ صح ربي يحفظك شيخ ربي يحفظك شيخ ربي يحفظك صح شيخ. بون يحيى لاباني بعد ما تحدثنا مع الوالد مع الوالده في المنزل، تحدثنا هنا مع لاعبين سابقين الفريق مولوديه سعيده اللي شافوك وانت صغير هنا تلعب في لي كاتيجوري جون تاع مولوديه سعيده، رانا متواجدين في المنصه الشرفيه تاع الملعب اخوه براسي هنا، بالك عشت لي ميور مومون تاعك في الصغر ديالك، وشنو هي السوفينير اللي مازالك شافي عليها مازالت في راسك احسن ذكرى بالك تشفى عليها في هذا الملعب وانت صغير؟ بون السلام عليكم. واش كيما نقول لك صح شوف راني في ملعب اخوه براسي وين صح لي كاتيجوري قاعد تاعي درتهم هنا، وين كنت هنا صح نخدم وين ساكريفيت منا كيما يقول لك صح كيما نقول شفت الطريق وين غادي زعما وين ننجح، والحمد لله يا ربي شوف وين لقينا دي زونسيان جوار وين هضروا زعما عليا، والحمد لله صافي بليزير هكا كي تشوف الناس فرحانه بك والحمد لله يا ربي. نعاودوا نقولوا شويه المشوار تاعك والبدايه تاع المشوار تاعك، انت كيفاش التحقت بنادي عين الحجر اللي كان اول فريق والفريق تاع المدينه تاعك اللي تابعه لولايه سعيده، كيفاش حتى التحقت بفريق عين الحجر؟
ايه كما يقول لك انا صح كما كنت صغير بزاف، وين البدايه تاعي كانت في فريق عين حجر، وين لعبت معاهم عام، كملت معاهم لا سيزون، وين شافوني واحد لي ديريجون هنا من مولوديه سعيده اتصلوا بيا وين هبط، والحمد لله يا ربي كانت البدايه تاعي معاهم وين كانوا فرحانين بيا، والحمد لله يا ربي كما يقول لك اللي ما خيبتهمش. شحال جوزت هنا في مولوديه سعيده؟ مولوديه سعيده من لي كاتيجوري تاعي كاع فلاسك واحد 7 سنين ولا 8 هنايا. كيفاش حتى ما لعبتش سينيور في مولوديه سعيده؟ نعرفوا بلي لعبت لي كاتيجوري تاعك كاع في مولوديه سعيده حتى وصلت جونيور، كيفاش حتى ما لعبتش سينيور في فريق تاع المدينه تاعك اللي هو فريق مولوديه سعيده؟ كما يقول لك صح انا وين صراو لي عراقيل في مولوديه سعيده، وين كنت حاب نلعب هنايا كنت حاب تجيني لا شونس هنا باش نلعب سينيور، وين ما ربي ما كتبش كنت مليح. شنو هما هاد العراقيل وشنو هما هاد العراقيل؟ كما يقول لك ساعات طيح في واحد لي زونترينر كما يقول لك ما نقدرش نهضر عليهم زعما، الحمد لله يا ربي انا اللي خدمت وربي وفقني وين عطاني على حساب نيتي وين ساكريفيت كما يقول لك الواحد كي تتعب تنال، الحمد لله يا ربي. وشنو هي كي تحدثنا مع اللاعبين السابقين قالوا بلي انت جوزت بريودة بزاف صعيبه كون جاو خد اخر بالك ما يوصلش وين راه واصل اليوم، وشنو هما هاد الصعوبات اللي واجهتهم في المشوار تاعك وانت صغير؟ كما يقول لك صح كانت عندي لا فولونتي بزاف بزاف زعما صح اللي ساعدتني، وين كنت جوزت عام اني بلونش ما لعبتش، وين كنت نتريني صباح العشيه ليسونسيال نتريني برك، كما يقول لك الحراره هذيك هي اللي خلتني نتريني باش نحوس نوصل، الحمد لله يا ربي ربي ما خيبنيش. صح كيفاش حتى رحت اني بلونش كي كملت جينيور مع مولوديه سعيده ريحت اني بلونش؟ نحكي لك انا دروك وين درت عام شباب في لي سبور وين كانوا عندي اتصالات من اتحاد الحراش وفي قسطيف وكنت قارع هذوك لي كونتاكت لنا، الحمد لله كما يقول لك ربي مكتوب، وين وليت لسعيده كي وليت قالوا لي بلي زعما خلاص حنا زعما ما نقدروش دوك نزيدو ريكريتو لي جوار منا، كما يقول لك صح هذيك الحلقه صح قعدت في قلبي مي الحمد لله يا ربي. مازالت لحد الان بالك ما نقولوش حاقد على لي زون للمسؤولين السابقين تاع مولوديه سعيده، بالك كون طيح لك لوكازيون تعاود تولي باش تولي مولوديه سعيده تولي في يوم من الايام تلعب في المدينه تاعك؟ كما يقول لك المدينه هذه انا صح تربيت فيها وما نساش الخير تاعها، ما قريتو كاع واش صرا لي ما نساش الخير تاعها، انا نشكر الناس اللي ساعدوني بزاف بزاف، وانا كما يقول لك راني هنايا انا يتصلوا بيا اي وقت نلبي لهم الدعوه تاعهم، وكما يقول لك خيرهم سابق. راح نروحوا الان للمشوار تاعك مع فريق سيري غيليزان، انت بعد لاني بلونش تاعك اللي جوزتها ما سينيت في حتى كلوب رحت للسيري غيليزان اللي كان يلعب في القسم الثاني هوات. كما يقول لك صاغ غيليزان كانوا في القسم الهوات وين كنت انا عام ما لعبتش، وين اتصلوا بيا روحت كما يقول لك صح شافني مدرب دريد نصر الدين وين الناس راه تعرفه، الحمد لله يا ربي بدايه المشوار تاعي كانت تما وين تالقت معاهم في هذاك الموسم، كما يقول لك جاوني كما يقول لك بزاف ديال زيكيب وين عيطوا لي من ساري غليزان، وكما يقول لك خير تاعهم ما نساهاش. سما نقدروا نقولوا ساري غليزان هي اللي عاودت فتحت البيبان ليحيى لاباني. كما يقول لك انا صح سعيده صح عاونوني وين تربيت معاهم صح تعلمت في سعيده، مي الباب اللي تفتح لي تفتح لي في ساري غليزان. شكون هو المدرب اللي كان عنده الاثر الكبير على المسيره تاع يحيى لاباني؟ ما تقدرش والله ما نقدر نهضر زعما على المدرب زعما اللي كان كما نقولوا انا ضد هذا جوار يحيى لاباني، ما يقدرش يبينوا لك انت كي تشوف راك راك مليح وتقدر تلعب، كي تشوف مونترينير يقول لك انا نتسحقك راك في البون ما تقدرش تفهم ما تعرفش كيما نقولوا مين تجيك، معليش صافي كما هكا الواحد لازم تخدم وتصبر. وشكون هو اللي كان عنده كيما نقولوا احنا الاثر الايجابي لونترينر اللي بوساك اللي لحد الان كي راك واصلك تلعب في فريق اتحاد بالعباس تشوف باللي هو كان عنده فضل كبير عليك في المسيره تاعك؟ كاين بزاف ديال زونترينر اللي تعلمت معاهم كيما نقولوا دريد نصر الدين فريد زميتي اللي الناس راه كاع تعرفوا، كيما نقولوا معز بوعكاز هذا التونسي اللي كان قابضنا في بالعباس وين قاعد خدمت معاهم كانوا فرحانين بيا وعاونوني بزاف بزاف ونشكرهم على هذاك. مرة فريق سيري غليزان اللي لعبت فيها موسم واحد فقط هكذا رحت للفريق اتحاد حجوط اللي كان في القسم المحترف الثاني، كيفاش حتى التحقت فريق اتحاد حجوط؟
باش التحقت فريق اتحاد الحجوط من كنت في غليزان كانوا معنا حنايا ديجا هما طلعوا معنا لعبوا كونترنا سيري غليزان اتحاد حجوط وين كي خلصنا الماتش اتصل بيا بريزيدون اللي هو زيداني وين قال لي عم جا ان شاء الله بربي تكون معنا وين انا عطيته كلمه قلت ان شاء الله بربي نكملوا لا سيزون وين كملنا لا سيزون اتصل بيا وربي كان واحد جات في القسم الثاني هوات كانوا في القسم الثاني هوات ثم انت درت معاهم لاكسيسيون للقسم المحترف الثاني كما نقولوا هنا انا لعبت في شارع غليزان كانوا هما قسم الثاني هوات فهذاك العام كانوا في غليزان طلعوا هما اي والله وكي طلعوا ناسيونال دو بداو يريكريتو في لي جوار عيطوا لي وكما نقول لك المكتوب هو اللي قادني لاتحاد حجور واش تقدر تقول لنا التجربه تاعك في فريق اتحاد حجور التجربة تاعي في اتحاد حجوت صح كانت ناجحة بزاف 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 وين صح تما تلونسيت وين لعبت كاع لي ماتش وين الغاشي لي سيبورتير صح عاونوني ولي زونترينا اللي فاتوا على اتحاد حجوت ثاني كما يقول لك الخير تاعهم سابق وين عاونوني بزاف بزاف والحمد لله يا ربي. واش تفكر على المباراة تاع اتحاد حجوت مع مولودية الجزائر في ربع نهائي كأس الجمهورية العام اللي فات في العام اللي داتها مولودية في 2014 كنت لعبت معاهم مباراة ربع نهائي اللي صرات عليها ضجة كبيرة أنا ذاك وين كانت راح تلعب وما لعبتوها في الملعب تحكم تاع حجوت وخسرتوا بهدف مقابل صفر واش تقدر تقول على المباراة هذه؟ إيه صح كما يقول لك حنا درنا باركور شباب في لاكوب دالجيري للعام اللي فات اتحاد حجوت ووصلنا كار دو فينال كونتر مولودية الجزائر وين صحنا في ديك السيمانه كانت بريسيون علينا كبيره وين كانوا مازال ما بين ستاد كاع وين نلعبوا حنايا من جاتنا لا شونس باش نروحوا فينال الحمد لله ادينا مقابله في القمه وين ربي ما كانش كاتب لنا باش نجوزوا نصف النهائي وين داو هذاك العام ولوديه ونشكرهم على هذاك. نعاودوا نتحدثوا الان على فريق اتحاد بلعباس انت كي جيت لبلعباس هذا العام كنت جوزت عامين في اتحاد حجوت وشنو هما الاسباب اللي خلاوك ترحل من فريق اتحاد حجوت وكيفاش كان الالتحاق تاعك فريق اتحاد بلعباس يعني كيفاش كانت الاتصالات شكون اللي داك من حجوت لبلعباس؟ انا كما يقول لك كنت فانت كونترا وين كانوا عندي بزاف لي كونتاكت اولمبيل مديه نصر حسين داي وين كما يقول لك انا صاحب السناده هو اللي قنعني بزاف بزاف وين واحد لي ديريجون هو اللي زعما قال بلي كاين ان جوار في اتحاد حجوت مليح منه اتصلوا بيا وانا المكتوب هو اللي قادني لاتحاد بلعباس. نعرفوا باللي هذا الموسم الاول تاعك في فريق اتحاد بلعباس لعبت مرحله الذهاب 15 مباراه كامله كاساسي واختارك الجمهور تاع اتحاد بلعباس اللي يحب بزاف يحيى راباني اختارك احسن لاعب في مرحله الذهاب كيفاش تقيم هذيك المرحله مرحله الذهاب واختيار الانصار لك كاحسن لاعب في مرحله الذهاب من وسط لاعبين كبار اللي عندهم اسماء في كره القدم الجزائريه على غير اوزناتي غزالي مكحوت دهام بدات لاعبين كبار يحيى لاباني اللي جا من فريق تحت حجوت الانصار تعلقوا به واختاروا احسن لاعب في مرحله الذهاب. كما يقول لك الحمد لله يا ربي انا كما يقول لك نهار اللي مطيت في اتحاد بلعباس صح كنت ناوي باش نخدم والحمد لله نيتي هي اللي وصلتني لهذاك الشيء وانا كنت نخدم وساكريفيت مع المدرب التونسي اللي هو معز بوعكاز ويكي خلصنا مرحلة الذهاب ونختاروني أحسن لاعب في الفريق ونشكر أنصار اتحاد بلعباس بزاف بزاف اللي وقفوا معايا السنة بزاف ونشكرهم بزاف كاع. عندك علاقة مليحة معاهم وش السر هذه العلاقة؟ يقولوا باللي لي سيبورتر يحبوا واحد يلعب حار يكون تسمى بريزون داخل التيران أنت من اللاعبين اللي نشوفوك داخل التيران تسمى تلعب قلب كما يقولوا لي سيبورتر ديالنا تسمى هذه الحاجة اللي خلاتك محبوب بالك في وسط أنصار اتحاد بلعباس. إي كما يقول لك الجوار اللي يكون حار وشمخ تريكو ماشي كما نقولوا احنا في فريق بلعباس بارتو وين تروح كي تكون شمخ تريكو الناس تقول لك أو حقك. أنا الحمد لله كنت نلعب بنيتي ماشي كما يقول لك نلعب بالحيلة ولا أنا صح كي نكون داخل أرضية الميدان ولا صح نبغي نشمخ تريكو كما نقولوا ديفوندي اسم تاعي هو الأول. والحمد لله كما يقول لك لي سيبورتير فاهموا الميساج. بعد نهاية مرحلة الذهاب اللي لعبت فيها 15 مباراة كأساسي واختيارك كأحسن لاعب في مرحلة الذهاب كان رحيل المدرب التونسي معز بوعكاز ومجيء المدرب بنيلس في هذاك الوقت انت كي جا المدرب بنيلس كنت انت بليسي كنت داي بليسير
كي عاوت وليت تسمى لي زونطرينمون عاوت ريبرينيت لي ماتش ديالك لقيت روحك في كرسي الاحتياط، كيفاش سيرت هذيك المرحله الصعبه وكيفاش حسيت في هذاك لو مومون اللي كنت فيه ميور جوار في الالي وتلقى روحك رومبلاسون في الديبي تاع الروتور؟ كما يقول لك صح، انا كنت ميور جوار في الالي وين خلصنا وين راح المدرب معز بوعكاز وين جابوا لنا بن يلس اللي الناس عايقه تعرفوا وين بدينا مع حنايا وين جاتني لابليسير كما يقول لك ما جاتنيش في وقتها الحمد لله يا ربي كما نقولوا ريبرينيت وحبه حبه بالعقل بديت نخدم واللي جوار بداو كما يقول لك عاونوني كما يقول لك كما رضوان الشريف اللي صح ما نساش الخير تاعو اللي ساندني بزاف بزاف وين كان ينصحني وكان يقول لي خدم وما تكراش نشكره بزاف بزاف وكما يقول لك الحمد لله ربي صبرت وكانت عندي لا فولونتي ما كما يقول لك ما كرهتش ولا قعدت نخدم انايا وين جاتني لا شونس كما يقول لك كاين بزاف ناس اللي كانوا يشوفوا من برا اللي قراب المحيط فريق اتحاد بالعباس كانوا يقولوا باللي المدرب بن يلس بين قوسين ما يحبش يحيى لاباني ما يلعبوش بزاف وكيلقاه مبليسي وعاود ولا لي ماتش ريبرينا لي زونطريمون ما ولاش يلعبوا باسكو ما يحبوش مالغري كو الشعب تاع بالعباس كان توجور يدوموندي باش يحيى لاباني يكون اساسي. انا كما يقول لك صح خير تاع انصار اتحاد بالعباس صح هما اللي مع هذا المدرب بن يلس صح كما يقول لك فرضوني وليت نلعب وان انا كنت مبليسي وكما يقول لك ماتش تاع الشاويه وين كانوا محتاجيني باش نلعب كما يقول لك انا بلا ربعه قبل الماتش تاع الشاويه وين كانوا لي جوار غاديين كما يقول لك انا قلت لهم راني بليسي ما نقدرش نلعب وين المدرب بن يلس فهمها كما نقولوا حاجه واخد اخرى قال بلي هذا الجوار ماش حاب يلعب مي انا بنيتي الحمد لله يا ربي وين خدمت وكما يقول لك تعبت وين هو المدرب هذا بن يلس وين جا عندي قال لي وليدي راني غلطت فيك ومنا سامحني الحمد لله يا ربي هذاك هو الصح. تما نقدروا نقولوا بلي هذيك السبه تاع قبل مباراه اتحاد الشاويه اللي انت ما حبيتش تلعب باسكو كانت عندك لابليسير هي اللي خلات بن يلس بالك يحطك في القائمه السوداء تاعو. كما يقول لك صح المدرب اي مدرب في لاجيري يبغي كما يقول لك جوار واجد. انا نيتي ما زعما كون واجد نلعب كما يقولون نكون بليسي ولا ما نقدرش نلعب. مي كان هو فاهم من كوتي واحد اخر. حتى انه وصلت وين لقيت روحك خارج قائمه 18 في مباراه ربع نهائي كاس الجمهوريه ضد وفاق سطيف. كما يقول لك انا ذاك الماتش ما نساهش. اللي صح لي ماتش كما هادو انا صح نبغي نلعبهم. وين غاضتني بزاف وين صح كما يقول لك بكيت حرقه زعما وين كنت نلعب وكنت ميور جوار في ليكيب حتى لقيت روحي مانيش في الديزويت صح غاضتني كما يقول لك معليش كما يقول لك خيرها في غيرها. بعد توالي مباريات تاع بدايه مرحله العوده نظن مباراه اولمبي المديه اللي كانت في الجوله نظن السابعه ولا الثامنه تاع مرحله العوده عاودت دخلت كأساسي ومن هذيك المباراة حتى نهاية مرحلة العودة كملت الموسم كأساسي. كيفاش حتى كانت العودة تاعك كما يقول لك انا صح مع لونترينر بن يلس هذا وين جاتني لا شونس وين هضروا معايا لي جوار كما على غرار نور الدين دهام وين هضر معايا قال لي وين هاي جاتك لا شونس لازم كما يقولوا تسمرها والحمد لله يا ربي ما خيبنيش كما يقول لك درت ماتش الشباب تخرج برا تشوف الناس يقول لك الله يعطيك الصحه وانت راجل منها الحمد لله يا ربي ما موترينا وقال لي من ذاك النهار سمرت بلاصتي. ونهايه مرحله العوده كانت على وقع فرحه كبيره في مدينه اتحاد بالعباس وين حققتوا الصعود نظن هو الصعود الاول تاعك في المشوار تاعك واش كان الاحساس تاعك وانت تحقق صعود تاريخي مع فريق اتحاد بالعباس؟ كما يقول لك صح لا بريمير فوا تاعي وين نحقق صعود مع فريق اتحاد بالعباس الحمد لله يا ربي كما يقول لك حاجه تفرح وكما يقول لك فريق اتحاد بالعباس فريق كبير وكما يقول لك الناس قاع تعرفوا ماشي يحيى لاباني اللي يحكي عليه ولا كما يقول لك قاع الناس تهضر عليه وفريق اتحاد بالعباس كما يقول لك بلاصه تاعو في الناسيونال ان ماشي في الناسيونال دو. نعاودوا نتحدثوا على كاس الجمهوريه كان عندكم مشوار كبير في منافسه كاس الجمهوريه نحيتوا فرق من الرابطه المحترفه الاولى على غير دفاع حتى جنانت وفاق سطيف وصلتوا للمباراة الأهم هذا الموسم نقدر نقولوا في كرة القدم الجزائرية اللي هي مباراة نصر حسين داي واتحاد بالعباس في نصف نهائي اللي كانت عليه ضجة كبيرة وين كان راح يتلعب في الفاوت في الفاوت بالعاصمة ولا في ملعب 5 جويلية في نهاية المطاف
الرابطه برمجته في ملعب 5 جويلية الاولمبي، لعب تونس في نهائي كبير تحت ضغط كبير، والمباراه كانت لغايه الدقيقه 90 كان 0 مقابل 0، كنتوا رايحين للوقت الاضافي وبلا كنتوا قلب من تحقيق الحلم بالتاهل لنهائي كاس الجمهوريه لاي لاعب يتمنى يلعبوا. في الاخير حدث هذاك الجاست تاع لاتوش، خرجها بندبكا بعد دارها غازي وماركو النهد وتكاليفة ولا فينال. واش كان نتوما الاحساس تاعكم كلاعبين؟ انت شخصيا يحيى لاباني تضيع بالك فرصه ثمينه باش تروح تلعب نهائي كاس الجمهوريه؟ اه كيما يقول لك صح، الماتش هذاك غيرنا بزاف بزاف تاع نصر حسين داك، وين كانت عليه ضجه كبيره وين من لعبوا الفاوت ولا سان جوي، كيما يقول لك هذا العوامل ما تخليك زعما باش كيما يقولوا تسبب في الخساره ولا، وين احنا ادينا شوط مليح كيما يقول لك جات كيما نقولوا هذيك تاع لاتوش، وين احنا حتى واحد ما شافها نورمال ممكن نقولوا لاربيت هو اللي ديسيدي مي جوار تاعهم رفدها. كيما نقول لك احنا غاضتنا ماشي داك الماتش اللي نخسروا حنايا، وين كنا حابين نروحوا فينال باش نفرحوا الانصار تاعنا اللي كانوا متعلقين بينا بزاف بزاف. كيما يقول لك وين جات المناسبه نقول لهم سامحونا ان شاء الله نخلفوا لهم اعوام جايه ان شاء الله. ان شاء الله تشوف بلي لاكوب ما حبتكمش بالك. كيما يقول لك هذا هو الفوتبول، فيه رابح وفيه خاسر، احنا حطينا كاع واش اللي علينا مي ما كانش في المكتوب. اكيد الان في نهايه هذا الحوار راح نسقسوك بالك على نعرفوا باللي كان عندك اتصالات في مرحله الذهاب، بعد نهايه مرحله الذهاب كان عندك اتصالات، كنت قلنا بالك الفرق اللي كانوا يحوسوا عليك في نهايه مرحله الذهاب. كما يقول لك انا صح كانوا عندي لي كونتاكت في مرحله الذهاب، وان كفام بفضل ديك الخدمه واللي ماش اللي كنت نديرهم الحمد لله يا ربي. كما يقول لك انا الان كما نقول لك بفضل الاستقرار في اتحاد بلعباس، كما نقول لك ان شاء الله نكمل معاهم، كما يقول لك عام يجيب عام. في نهايه هذا الموسم نقدر نقولوا الان رانا عندنا اسبوع من اللي خلاص الموسم الكروي تاع الرابطه المحترفه الثانيه، راكم حققتوا الصعود، الان جاي تلعب في القسم الاول. اسك نقدروا نقولوا اليوم باللي يحيى لاباني راح يكمل المشوار تاعو مع فريق اتحاد بلعباس الموسم القادم؟ اه كيما يقول لك هذا الشيء مكتوب ربي، انا صح كيما نقولوا هذه ليكيب بقيت فيها راحتي وين راني حاب نكمل معاهم. كيما يقول لك بفضل الانصار باش تشوف تجي خارج من اتحاد بلعباس تشوف الانصار يتعنقوكم انه لازم تكمل معانا صافي بليزير، وان شاء الله كما يقول لك المكتوب هو اللي خليني في اتحاد بلعباس ان شاء الله. ان شاء الله ماكش تخمم في الاحتراف؟ ايه سي نورمال، اي جوار يخمم في الاحتراف، كما نقولوا اذا جات لا شونس مرحبا بها واذا ما جاتش مكتوب ربي. ما يخص المنتخب الوطني نعرفوا بلي ديباسيت لاج تاع المنتخب الوطني الاولمبي، لكن عندك بالك فرصه باش تلعب في المنتخب الوطني المحلي، اسك انت تطمح بالك باش تجي نهار تلعب في المنتخب الوطني الاول ولا المنتخب الوطني المحلي؟ كيما نقول لك انا صح الاولمبي انا وين في ذاك الوقت صح كان عندي مشاكل بزاف بزاف، في ذاك العام انا ما كنت اني بلونش ما لعبش، مي درك كيما نقول لك لازم جاتني لا شونس دوك ناسيونال ان لازم نخدم، كيما يقول لك لا فولونتي اللي تخليك تخدم وتحط راسك والناس تعاونك، ان شاء الله بربي نحقق نتائج لا باس بها ان شاء الله. يقولوا باللي فيك حاجه ماشي مليحه تقلق بزاف، قلق بالخف وتقلق بزاف. سي نورمال داك القلق لازم يكون، اي جوار يكون متقلق مي مين داك نجيريها. يقولوا ايضا باللي فيك نقطه ايجابيه هي انه عندك لا فولونتي كبيره بزاف ثانيك، هذا نشهدوا عليه حنايا. في نهايه هذا الحوار لو بالك نعطوك حريه اختيار بالك احسن ذكرى في المشوار الكروي تاعك واسوء ذكرى امامك. كما يقول لك احسن ذكرى في المشوار تاعي هو زعما الماتش تاع سكيك اللي مركيت فيه، هذيك المباراة اللي سجلت فيها اللي حققتوا فيها التعادل. كما يقول لك صح البيت اللي ماركيتو في واحد الوقت كما يقول لك وقت حساس، ما الفرحة ما قدرش نوصفها لك. كيفاش حتى جا البيت؟ كون توصف لنا شوية البيت هذاك تاع. كما يقول لك حنايا كنا خاسرين في سكيك، كنا خاسرين 2-1 والناس حسبوا الماتش كاع خلاص، تشوف الغاشي بدا يخرج من ستاد الفرا، كما يقول لك الاربيت هذا الصفارة بيسيف لي الماتش لا فان. كما يقول لك جات شريفي وين رفد لي سونت حطيتها براسي، كما يقول لك الفرحه هذيك هي اللي خلتنا زعما نزيدوا نتقدموا للامام ان شاء الله. وشنو هي الأسوأ ذكرى تاعك بالك في المشوار الكروي تاعك لحد الان؟
اللي بالك حاجه اللي ما تحبش تفكرها ما تعاودش تولي ليها ما تحبش تعاود كيما نقول لك اسوء ذكرى تاعي هي العام هذاك اللي ما سينيتش فيه هذه كانت اسوء ذكرى تاعي اكيد وصلنا للختام هذا الحوار هنا في الملعب تاع سعيده وين نروحوا دوكا كيما يقول لك دوك صح ونكملنا هنايا ونشتنا لي زونسيان جوار هادو وكيما يقول لك دوك نروحوا نشوفوا صحابي ونريحوا معاهم شويه ان شاء الله هذيك ان شاء الله بون يحيى قبل ما نروحوا نشوفوا صحابك لازم نتحدثوا مع الشقيقين تاعك والشقيقه تاعك الصغرى اللي هي ايه ورضوان وعزيز نبداو بايه هي اللي احتضرنا في الاول على يحيى واش تقدري تقولي لنا على يحيى نتمنى لخويا ان شاء الله يربح في هذه المباراه من يوم واش من المباراه اللي جايين تاع الصوائين صح حكينا على الماتش تاع بلعباس مع حسين دا كيما بكيتي كيما خسروا بلعباس ما حبيتيش كي خسروا ما حبيتيش كي خسروا وعلاش بكيتي خاصه الخساره ما خليتهمش باش يقعدوا كل نهار هكا ما يبقوش بغيتهم يدخلوا ويطلعوا واش تقدري تقولي ليحيى واش تقدري تقولي له ان شاء الله يفرحنا عام الجاي ان شاء الله يفرح خويا عام الجاي هو متهلي فيك شويه ولا مش متهلي فيك وش يشري لك وش شريت لك ديك النهار وش شريت لك صبات راح نتحدثوا الان مع الشقيق الاكبر تاع يحيى لاباني رضوان واش انت بالك يحيى صغير عليك ما تعرفه كيفاش تربى كيفاش كبر كيفاش عاش كيفاش لعب فوتبال كيفاش بزاف صوالح اليوم لو نعطوك بالك 30 ثانيه ولا دقيقه تقدر توصف لنا فيها يحيى واش تقدر تقول لنا السلام عليكم مرحبا بكم معنا في قناه الاجواء نحن اتحاد العباس على الصعود للسنة الاول المحترف كما ما يخفاش عليك يحيى خويا كان يبغى بلوطه يتخرج بلوطه يلعب بلوطه حنا كنا باغينا يقرا انا كنت مع الوالد كنت مزيره باش يقرا مي كان يبغي يلعب البلوطه خيانه حتى وين كنا نحبسوه في البلوطه ويبغى يلعبها خيانه كان معروف بها يجي روطار كان دائما يتعاقب لوسونسيال كانت عندنا موهبه تاع البلوطه والحمد لله تحقق الحلم تاعه كما كان يقول هو دوك تشوفوني في الجولة تشوفوني في التلفاز تشوفوا الحمد لله الحلم تاعه تحقق ونتمنى يزيد يدير عام شباب ان شاء الله العام الجاي ومعنا ايضا الشقيق الاصغر تاع يحيى لاباني لاباني كنت على بالي بلي ما تفعلوش بالك كي كان صغير يا عندنا بزاف صوالح شابين باغ اكزومبل لا فولونتي كاع الامور اللي صارت لها زعما اي جوار وحد اخر لا يحبس ما يقدرش كاين واحد مش عارف انا بلونش مش عارف جا كمل فينا برا ووصل المهم هذيك العقليه لازم تكون تفيد بها فولونتي ما تسمعش يا شاب اساسا وين يبغى يضحك لا وين قاعد اخويا تشوفوا في الاستاد وي بيان سور كاع وين ما لعبت بلعباس كنا نروحوا نشوفوا دائما نروحوا ان شاء الله يزيد يواصل ودي في راسه باللي زعما يوصل كاع العالميه عليه الله ان شاء الله ان شاء الله شري اويني ان شاء الله دوكا نروحوا يحيى نشوفوا اصحابك اللي راهو معاهم رضوان شريفي اللي هو الصديق تاعك وخوك اون ميم طون نروحوا نشوفوه تقول لي يا بغينا وما تبسل لي عادينا وتورا قاولينا لسم بيا في الهلالي لسم بيا في الهلالي صافي 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 ص
بتروح يا نتل حيني حنايا ولاد الخضرا اللي يذكر فيها دارا والعديان منا حيرا في غابي كويسي أمالي في غابي كويسي أمالي حنايا ولاد الخضرا اللي يذكر فيها دارا والعديان منا حيرا في غابي كويسي أمالي واش مليحه صاحبي ابو زيو والله دار هما خويا صافي الاخر هو انا راه بيت هذا لو بيت راه طيناتي صافي شحال هما كي كيما هكا دوك راه بابي راه بيت كاتو الاخر بيت هذا قول له والله اوكي ايوا واش مليحه وين كنتو هذا وين ها هنا تعرف خويا مليحه صاحبي مليحه كما يقول لك هادو صحابي اللي ندور معاهم بزاف الرياح معاهم وراهم جايين يشوفوا معايا الماتش هذا تاع ليستر وخلي الكلام للشيخ حكيم خويا خويا كما يقول لك رباني خونا صغير وكما يقول لك نتمنوا له كل خير انسان كما يقول لك لي انسان وفاميليا ودعايله و حاجه اللي زعما كتعجبني فيه كشغل مكونسونطري مع الخدمه تاعه انسان اللي كما يقول لك مقيم الخدمه تاعه بزاف وين ما نعيط له راني راقد راني منا راني مكونسونطري غدوه نربحو غادي خلينا نطلع هادي يا خويا حاب ننجح خويا حاب ننجح انا يا خويا فهمني هادي حاجه زعما اللي خلاته يوصل الشيء اللي راه واصل فيه دوك مع اتحاد العباس وين وصل كما يقول لك بارمي دي مير جوار في الميليتيرا تاع اتحاد العباس وناسيونال دو كاع كما يقول لك عطى صوره مليحه على سعيده صوره مليحه على سعيده يحيى انا نشوفك تفرج الماتش تاع ليستر هذا الماتش راح يديروا فيه الحفله ليستر سيتي يربح شامبيونات عالم واش تقدر محرز بالذهب ومام الكيب تاعو اللي دات الكيب تاع الشامبيونات نقول لك صح نشوفوا محرز راه يؤدي في موسم كبير نشكره على ذلك ونخلي الكلمه الشريف اللي يبغى يدير كما محرز خطرات قبل ما نروح لرضوى الشريفي انت شنو هو اللاعب القدوه تاعك في الملاعب الاوروبيه هو نايغولان تاع روما اللي الناس قاعده تعرفوا اصدق خويا تتعرف انا صحابي امير جوار في الموند ميسي برشلونه خويا كان لي ريال ما يحبوش برشلونه فور بزاف كاع شوف احنا مدريد رانا في الشامبيونز ليغ وربحنا البارسا خرجنا عامنا صح ما قدرناش نهضروا معاك سي بون زيدوا شو هذا العام على ليستر هذيك هي مدريد وليستر في سمي عاف الالالي اللي بقول لي بغينا وما ننسوا اللي عادينا وتورانا ولينا سمي عاف الالالي سمي عاف الالالي هذا كان جرون جوار على هذا
بون يحيى، بعد ما كنا في المنزل تاعك تفرجنا الماتش تاع لايستر سيتي، دوك رانا هنا في جولنا شويه في مدينه سعيده، رانا متواجدين هنا في هذا المطعم، في هذه البلاصه الشابه بزاف، رانا مع الاصدقاء تاعك ولاد مدينه سعيده، رانا نشوفوا راه متواجد معنا رضوان شريفي اللي كان من قبل ضيف عندنا في هذه الحصه اللي هي النجم الصاعد بالعباس او بروشليك، صاحبك هو اللي يدور معاك براسك، نقدروا نقولوا كيما خوك. نسقسيوه عليك، راكم جوزتوا عام دوكا، كيف كيف رضوان واش تقدر تقولنا على يحيى؟ بون يحيى لاباني هو اخويا كلش، لعب معايا في اتحاد العباس، جوار موهوب عنده لي كاليتي، نتمنى له النجاح والخير ويكمل في المسيره ديالو ان شاء الله. في هذا العام كي جا جديد من الحج وجد بالعباس، دار علي شباب ودامير جوا فلاني من فروتور، دار دي بون ماتش، ان شاء الله نتمنى له غير الخير، ان شاء الله السيني كان كرون كلوب ان شاء الله. ان شاء الله تراك بروش ليك، بروش ليه هاك دوزت معاه عام كامل، سير تعرف اسم النقاط الايجابيه تاعو والنقاط السلبيه، وشنو مصالح الملاح فيه وشنو مصالح العياني كل صراحه. يحيى لاباني ليد فاميليا، عاقل إنسان اللي يحترم الجميع، يحترم صحاب الزملاء ديالو في الفريق، إنسان محترم على كل حال، السيبورتور يحبوه في العباس، عنده لي زونطريمون ديالو، لي ماتش ديالو لي كونسونطري، ويحب خدمته، وكان صوالح ماشي ملاح ديالو، يتقلق بزاف ويضرب بزاف لونطريمون، وديجا هو اللي بدا لونطريمون. الحكاية هادي حكيتها لنا في الكواليس تاع بليسا. ضربني في شهر، وديت نرفروني عطاني ديالي، ما كانش كيف نتنفس. سما انت درتها له بلان يا هي باهي سكاره ما نعرف. ونتمنى له النجاح ان شاء الله في المسيره ديالو ان شاء الله. ان شاء الله انت راك تجي معاها كما نقولوا شاك سومان، راك تجي معاها من بالعباس لهنا لسعيده. والف سعيده والف سعيده، راني شغل سعيده بالعباس راهي قريبه، دونك نسكن في الجنان، من ذاك كيكونوا بزاف لي ماتش هكذا قراب لبعضهم، شغل نجي معاه سعيده، ومنطوني عندي صحابي هنا في سعيده، صديق وجمال جماعه هنا في سعيده، الحمد لله نجي نريح من ذاك النهار تاع الروبو، نجي مع صحابي هنا في سعيده نقصر معاهم الناس، ما من السعيده بزاف كرامه وناس ملاح، ونظن الاخرى غادي نشكر الناس سعيده. ان شاء الله راه معنا هنا سعيده، نبداو بصديق. صديق داك تحدثت شويه على يحيى في البيت كما كنا نشوفوا في الماتش تاع ليستر، بالك انت تحدثت عليه من ناحيه تاع كره القدم، الان كيفاش تشوف يحيى لاباني خارج ارضيه الميدان؟ بون كما يقول لك، السلام عليكم. يحيى لاباني كيما تشوفه في الدار تشوفه برا، ما تشوفهاش في التيران باسكو التيران هذيك حاجه واحده اخرى. الانسان اللي كيما يقول لك يبغوه الناس هنا في سعيده، انسان محبوب، وين يدور شغل يقصر مع الناس، يريح مع الناس، شغل هذه الحاجه اللي زعماك معروف بها لاباني، شغل التربيه تاعه هي اللي خلات الناس هنايا يبغوه، لا بريف شغل وين يروح ينجح. انت بصفتك انه ابن مدينه سعيده، وبصفتك ايضا انه انت لاعب سابق، بالك كفايتو في الاكسبيريونس في لا ناسيونال 1 وبالك في لا ناسيونال 2، لعبت في فرق كبيره مثل اتحاد العاصمه ومولوديه سعيده وفرق اخرى، وشنو هي النصيحه اللي تقدر تمدها له؟ هو راهو جان، مازالت لا كارير تاعو اسمها طويله شويه، راهو بدا دوكا يبان اسما، واش النصيحه اللي تقدر تمدها له؟ النصيحه اللي نقولها له هي زعما كيزيد يخدم، مازال ما وصلش، يخمم شغل بلي راه عاد بادي جديد هنا وين بدات لا كارير تاعه. كما يقول لك حاجه شابه دروك راه عندها تيتر تاع الصعود مع اتحاد العباس، ان شاء الله كما يقول لك العام الجاي يدير سيزون شابه في ناسيونال مع الاتحاد، وين كما يقول لك يزيد يديفلوبي النيفو تاعه، وان شاء الله كما يقول لك مازال عندها 23 زون، مازال باقي ان شاء الله نتمنوا له ديك ناسيونال
باسكو جوار اللي عنده لي كاليتي. انا ني كيما حاجه اللي متفائل بها باللي هو عنده لي كاليتي ما يقدر ينجح في كرة القدم الجزائري في اي كيما يقول في اي ايكيب. وان شاء الله نتمنى له كل خير ان شاء الله. راه معنا ايضا كاين هنا اصدقاء تاع يحيى لاباني ديدن تارك بالك تلاقى به بزاف راك تدور معاه تشوفو وشنو هي الحاجه اللي تقدر تقولها لنا على لاباني؟ بون السلام عليكم. لاباني يحيى كيما نقول لك محبوب يبغوا السعيده كاع وانسان فيه خير ومولا خير وشغل مع هاديك العقليه زعما تاع جماعه اللي قاهر يحفيها زعما كبير صغير انسان محبوب بزاف. نتمنوا زعما يحيى زعما ربي يوفقه ان شاء الله ومدابين احنا زعما نشوفوا خمس سنين في جرون كلاب ان شاء الله يستاهل كل خير ان شاء الله. ومعنا ثاني خونا منا اكثر تعرف بالك يحيى لاباني اكثر منا حنايا وشنو هي الحاجه اللي تعرفها على يحيى؟ السلام عليكم خويا لاباني غني عن التعريف انسان ولد بلاد وان شاء الله يا ربي يوفقه يراه بعيد خاطش هو جاي انسان متربي ولد فاميلا خاطر صوالح راك شايف ولد فاميلا توجور يروحوا بعيد وان شاء الله ربي يوفقه وما يكون غير خير ان شاء الله ان شاء الله. ومعنا نختموا بصديق كريمو واش تقدر تقولنا على الابن مدينه سعيده اللي راهو بالك من لاعبين القلائل دوكا اللي راهم من سعيده يلعبوا في لي زوتر كلوب كيما نقولوا احنا خارج سعيده واش تقدر تقولنا عليه؟ واخ يحيى راه ابن مدينه سعيده وكان عنده مشوار شباب مع مدينه بلعباس هذه السنه. انا بغيت نوصل ميساج للجوار لي جوار تاعنا تاع البطوله الجزائريه لازم عليهم يدوا عبره هما غير عبرين نظره للبطوله الانجليزيه. كاين فرق كبير بين البطوله الجزائريه بصح لازم تكون كاين لمسه وتكون كاين نظره للجوار باش يتحلى تكون عنده عزيمه صبر باش يخدم كيما نشوفوا كيما رياض محرز. رياض محرز الله يبارك شوف راه داير الموسم كبير وراه مام الصديق تاعه فالدي لازم على الجوار يتحلى بالصبر وما يقطعش الياس ماغري يوصلوا له دي زوبستاكل في المشوار تاعه ما لازمش عليه يقطع الياس. كما نتمنوا ان شاء الله مشوار الاخ يحيى ان شاء الله يدير مشوار اخر ان شاء الله نتمنى يكون في الموسم المقبل ان شاء الله يكون مشوار كبير وربي يوفقه ان شاء الله. هو انسان معروف هنا في مدينه سعيده انسان خلوق انسان نحن نقولوا سيريو تام والاخلاق تاعه هي اللي وصلته باش يلحق هذا الموسم ونتمنوا له ان شاء الله غير خير ان شاء الله. ان شاء الله. ونختموا الحديث مع يحيى لاباني انت راك تجي بزاف السعيده مور لي ماتش تحب بزاف تلاقى بصحابك تسمى بولاد بلادك هنايا واش هو السر وراء ذلك؟ بون السلام عليكم. كما يقول لك صح سي نورمال وين تكون عليك لا بريسيون في بلاد باس لي ماتش وين ندخل سعيده وين نجريها مع صحابي كما نقول لك نلقى راحتي وهذاك هو الصح كي تجي تكون هذيك اللمه الزينه مع صحابك تضحك تلعب هذاك هو البليزير ان شاء الله. احنا نقدر نقولوا باللي النهار ديالنا قريب يخلص مع يحيى لاباني بقات لنا كيما نقولوا ليطاب التاليه دوكا وين نروحوا مور هاد البلاصه كيما يقول لك دروك وين رانا ريحنا هنايا مع خاوتنا وين دروك نروحوا دوك نروحوا باش نتعشوا ان شاء الله بربي ان شاء الله ان شاء الله. الصبح والمساء منظرها بنجالة عزي وراس مالك الغاب شقا يا من غير فرقة وما نرضى شي فعلا خلي يقولوا وعش صرا وعلى جالة يا مسكين راح سافرك بهدالة خيرت يا فجر وببطاها يا ومع
مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا العدد من برنامج نجم الساعات. كما شفتوا كنا تناولنا العشاء مع اللاعب يحيى لاباني والأصدقاء تاعو هنا في البيت تاعو. يحيى في نهاية هذا العدد من برنامج النجم الصاعد اللي خصصناه لك هنا في مدينة سعيدة، واش تقدر تقولنا كلمة أخيرة؟ كما نقول لك السلام عليكم، كما نقول لك نشكركم لهذه الاستضافة، وين كما جيتوا هنا لسعيدة وكما وين تلاقيت هنا مع أصحابي وكما قال لك كانت قاعدة زينة والحمد لله يا ربي هذا هو البليزي. وناديكم قميص اتحاد بالعباس. يعطيك الصحة بارك الله فيك. قميص تاع يحيى لاباني. وباش نختموا ايضا راه معنا صديق تاعك اللي هو لاعب اتحاد بالعباس رضوان شريفي، واش تقول لنا كلمة أخيرة؟ مشكورين على هذا اللقاء تاع اليوم مع لاعب يحيى لاباني اللي قدم موسم مليح مع اتحاد بالعباس وكانت تكلفة مليحة من قناة الأجواء. إن شاء الله يكمل في المسيرة ديالو مليحة ويقدم مواسم مليحة للعوام الجاية إن شاء الله. ونشكركم ثم ثانية على الاستضافة هذه ونقدم لكم قميص تاع اتحاد بالعباس الخاص بلاعب رضوان شريفي. يعطيك الصحة بارك الله فيكم. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لختام هذا العدد الخاص من برنامج النجم الصاعد اللي خصصناه اللاعب اتحاد بالعباس اللاعب الشاب اللي هو يحيى لاباني. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.